بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثل اليونيسف باليمن فيليب دواميل تدخلات منظمه اليونسيف في القطاع التعليمي وخاصه المشاريع المتعثره وبرنامج معلمات الريف والحقيبه المدرسيه ومنح التعليم وحوافز ومنح التعليم وحوافز المعلمين واشاد الوزير العكبري بالدور المحوري الذي تلعبه منظمه اليونسيف كشريك اساسي في دعم منظومه التعليم في اليمن مؤكدا اهتمام الوزاره وحرصها في تحقيق التنميه المتكامله لابنائها الطلاب وخاصه الاطفال مشيرا الى ان كافة طواقم الوزارة تعمل بصورة مستمرة من أجل تعزيز وتطوير العملية التعليمية وأكد وزير التربية على أهمية أن تكون كافة مشاريع وتدخلات المنظمات المانحة عبر وزارة التربية والتعليم من جانبه أكد ممثل منظمة اليونيسف أن المنظمة نجحت في تسهيل عملية وصول الآلاف من الطلاب إلى التعليم مشيرا إلى أهمية خلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم بما يسهم في الوصول إلى بيئة آمنة للتعليم لكافه الاطفال واستقرار العمليه التعليميه والتربويه